صباح الخير يا ست نادية. صباح الخير يا عزيزة. تعالي قولي لي يا عزيزة، الجناين ده تعرفيه؟ اه نشوفه ديما، لكن عمرني ما تكلمت معاه، حق نخاف منه. ليه؟ يقولوا اللي اصبح راجل من المهمين. خير يا عم بركة. صباح الورد يا ست، صباح الفل. أظن الجو الجميل ده بيفكرك بأيام مصر. بس امبارح كانت بتمطر قوي لدرجة اني ما قدرتش انام، صوت الرعد كان قلقني، ولما بصيت من الشباك شفتك في وسط المطر بتحفر حفرة ورا البيت. اصل احنا مصريين مش متعودين على المطر، اما السماء تمطر عندنا نسيب الشغل، لكن هنا بيحبوا المطر قوي. المطر خير، معناه ان الزرع يكبر والورد يطلع ويفتح. عشان كده انا دايما بفرح بالمطر واحب اشتغل قوي والسماء بتمطر. انت صحيح بتحب الزهور يا عم بركة؟ يا سلام يا ست، هو في احلى ولا اجمل من الزهور في الدنيا؟ ده كل مكان يا ست تلاقي فيه زهور، في البيت تلاقي زهور، في الافراح تلاقي زهور، ده حتى ولا مؤاخذة في المقابر تلاقي زهور. صباح الخير عم بركة. صباح الخير يا سيدي. قل لي عم بركة، انت ساعات تضطر تشتغل بالليل؟ انا مش بضطر، انا بحب اشتغل بالليل، ده احسن وقت عندي للشغل، لاني ببقى فاضي وما عنديش حاجة تانية اعملها. انا بعد عنك مراتي ماتت من زمان، والوحدة بالليل بتتعبني قوي. حتى في الامطار بتشتغل؟ ده تحقيق بقى. لا مش تحقيق بالظبط. انا ليا طلب، ما عندك مانع كان ننزع الورد الجميل هذا ونحفر تحته؟ وليه التعب ده؟ ما انا طول الليل امبارح عمال افحت هنا. صار شفتنا لما جينا امبارح. اه صحيح، هو انتوا كنتوا جايين ليه؟ المدام شافت واحد يقتل وفيه في الدار هذه. يعني عايز تقول لو دخلت البيت ده دلوقتي هيطلع لي عفريت؟ انا مش اضحك يا سي بركة، انا بتكلم جد. جد؟ ولو مؤاخذة المطلوب مني ايه بقى؟ انا قلت لك نحفر تحت الحوض هذا. اه قصدك جثة المرحوم اللي انقتل امبارح مدفونة هنا؟ ممكن. هو في اختراع اسمه الكلاب البوليسية، ممكن تجيبها تشم الحوض، ولا الكلاب على ايامك ما بقتش شمامه؟ بأمرك تحفر الحوض قدامي حالا. لا مش من حقك، لازم تجيب لي اذن من النيابه. الله، جاي يا حضره الضابط، هو انا هعلمك شغلك ولا ايه؟ انت راجل بتفهم ولا مؤاخذه في القانون؟